لنبدأ ربما من الصورة التي ترونها خلفي هي لحركة النزوح عن العاصمة كييف المستمرة منذ ساعات صباح هذا اليوم. عشرات الآلاف من السيارات وربما أكثر من 100 ألف سيارة غادرت كييف. أنا الآن أقف على الطريق الرئيسي المؤدي من العاصمة الأوكرانية إلى مدينة جيتومير ومنها إلى غرب أوكرانيا بشكل عام. يبدو أن الأوكرانيين يعني يرون في مناطق الغرب مناطق أكثر أمنا لهم ويتوجهون صوبها بشكل خاص، بين حين وآخر نرى بعض الآليات العسكرية تتجه أيضا تسلك أيضا هذا الطريق. هذا الطريق يتفرع إلى طرق أخرى منها الطريق الذي يؤدي إلى مطار أنطونوف في بلدة هوستوميل التي تدور فيها معارك أو دارت فيها معارك ضارية بحسب القوات الأوكرانية، وألحقوا بحسب القوات الأوكرانية أيضا خسائر في وحدة إنزال أرادت السيطرة على الطائرة، وقال الجانب الأوكراني إنه دمر 3 طائرات مروحية في هذا المطار. أيضا تسلك هذا الطريق شاحنات بضائع، والكثير من الشركات أفرغت مخازنها وتوجهها إلى أماكن أكثر أمنا. فيما يتعلق بالجانب الإنساني، حقيقة هنالك تحول كبير فيما كانت عليه صورة كييف منذ الصباح وحتى المساء. حدة الهلع تراجعت كثيرا، والحركة إلى المحلات التجارية عادت إلى طبيعتها، وإن كانت المحلات التجارية الآن فارغة من المواد الأساسية، والحديث هنا يدور عن الطحين، عن الزيت، المواد التي تخزن ويمكن استخدامها في حالة الطوارئ دون أي مشاكل. فيما يتعلق بالوضع الميداني بشكل عام في أوكرانيا بحسب المسؤولين، طبعا الأوكرانيون يتحدثون عن سيطرة على المناطق الشرقية المتاخمة لحدود إقليم دنباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون الروس، والرئيس زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تحتفظ حتى الآن بتقدم، بمعنى أنه نعم أنها صفوان، تسيطر على تلك المناطق دون أي خسائر، نعم معترفا بأن الصعوبات الوحيدة تواجهها في جنوب منطقة خرسون المحاذية لإقليم القرم.